أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من ساعة صباح وفيها. المهنة ربة منزل، فهل هي أكثر راحة من المرأة العاملة؟ وهل تفرغ الزوجة للبيت تضحية أم توزيع عادل للأدوار؟ إذن متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ربة المنزل وظيفة بلا حد أقصى للدوام ودون امتيازات وظيفية كالإجازات والمنافع الأخرى. الإعلام والدراما تناول مرارا وتكرارا نموذج المرأة ربة المنزل وقدمها من زوايا وتصورات متعددة، لكن في تصوركم أنتم، هل دور ربة المنزل ينتقص من مؤهلات الزوجة وإمكاناتها؟ كذلك هل يعد هذا الدور تضحية من الزوجة أم دور اجتماعي لا يقل عن عمل الرجل وأدواره تجاه أسرته؟ أرسلوا إلينا بمشاركاتكم عبر صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر وشاركونا. عندما يكون عمل المرأة هو منزلها فقط لتكون مهنتها ربة منزل، هل يعد ذلك تنفيذا لعقد اجتماعي أزلي بين آدم وحواء أن المرأة هي المسؤول الأول عن البيت والرجل مسؤوليته العمل؟ أم أن الزمن تغير وأصبح عدم عمل المرأة يشكل ضغطا عليها، خاصة مع انتشار ثقافة تعليم المرأة في أغلب المجتمعات؟ البعض ينظر لهذا الدور باعتباره تضحية من المرأة، وآخرون يعتبرونه ظلما لها ولإمكاناتها. وفي حلقة اليوم من ساعة صباح سنتناول وظيفة ربة المنزل، وما إذا كانت تضحية من المرأة أم دور اجتماعي له كل تقدير وعرفان. كما سنطرح أيضا سؤال، كيف توازن حواء بين دورها كربة منزل وأنشطتها الاجتماعية والشخصية؟ تابعونا. المرأة هي المسؤولة الأولى عن البيت ورعاية أبنائها وزوجها، فيما يتولى الرجل المهام خارج المنزل. هذا هو الأصل، أما الواقع الآن فقد تغير كثيراً، وتحملت المرأة أعباءً إضافية تضاف إلى مسؤولياتها الأساسية. فالمرأة تخوض كل مجالات العمل، ولن تتخلى عن دورها الرئيس. ولكن هل يعد دور ربة المنزل تضحية من الزوجة؟ وهل ينتقص هذا من مؤهلاتها؟ هذا سؤال أثار جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، فعلى تويتر قال أحد المشاركين، ينتقص من وقتها لكن لا ينتقص من مؤهلاتها إلا برغبتها. وقال آخر، دورها بالفعل هو التضحية من أجل رفعة هذا المنزل بالتربية لتخريج جيل واع فاهم ويدرك ما له وما عليه، وذلك لا ينقص من مؤهلاتها شيئاً. أما الفيسبوك فقد كان له النصيب الأكبر من الجدل على عمل المرأة، فقد تساءل أحد المشاركين، لماذا نربط هذه الصفة ربة المنزل بكلمات من هذا الحقل المفاهيمي، ينتقص، تضحية، تنازل إلى آخره، وكأن صفة ربة منزل شيء سلبي أو سيء بالنسبة للمرأة. وأكد آخر على أن الأمة ضاعت بعدما تخلت المرأة عن هذا المنصب. وتعليقا على سؤال آخر على الفيسبوك حول أيهما تفضلين، ربة منزل أم امرأة عاملة، جاءت هذه التعليقات. إحدى المشاركات تقول، هناك من لا تستطيع إلا أن تعمل، ولا يمكن أن تنجز على الصعيد المنزلي أو الشخصي إلا إذا خرجت للعمل. وأخرى تقول، الشغل بيعمل كيان للمرأة، طبعاً البيت من أولوياتها، لكن العمل ضروري جداً جداً جداً. إذن سيظل الجدل في هذا الموضوع مستمراً والحوار مفتوحاً، فربات البيوت بحاجة إلى تصويب النظرة الدونية إلى طبيعة عملهن، لأن المهمة الملقاة على عاتقهن شاقة بكل المقاييس، وهي المهنة الأكثر صعوبة كونها لا تحظى بالتقدير والاعتراف المطلوبين. وفي الوقت ذاته، هل الشهادات الجامعية ستظل حبيسة المنزل يتراكم عليها الغبار؟ أم أن هناك سبيلاً لإيجاد وضع وسط مريح للطرفين، للمرأة العاملة وربة المنزل؟
وللحديث عن هذا الموضوع نرحب بضيفتينا في الاستوديو، لمى عبد العزيز الشيخ وهي ربة منزل من سوريا، وحنان الليثي وهي مهندسة مصرية تركت عملها من أجل رعاية ابنتيها. أهلا بكما، وننوه طبعا مشاهدينا إلى أننا نتلقى مشاركتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر. أهلا وسهلا بكما وصباح الخير. اليوم يعني نريد أن نعكس هموم ومشاغل ربة المنزل من خلال هذه الحلقة، وأبدأ بلما كربة منزل، هل يعني فعلا ربة المنزل هي أكثر راحة من المرأة العاملة؟ لا، ليس بالضرورة هي أكثر راحة من المرأة العاملة. يعني من تجربة شخصية أنا كلمتك قبل هالشي، المرأة ربة المنزل لديها وظائف كثيرة. يعني نحن بنحكي في تنظيف، نحن نحكي في رعاية أطفال، نحن نتكلم في التوجيه التربوي والنفسي لهذا الطفل، غير الموضوع الطبخ وغير موضوع الموضوعات الأخرى والموضوعات الاجتماعية. إذا المرأة بشكل عام، المرأة العاملة ربة المنزل ليست مرتاحة، المسؤولية كبيرة. نعم، مسؤولية كبيرة وكثير. ولكن حنان، أليست هذه المسؤوليات هي كذلك على عاتق السيدة العاملة؟ بالفعل المسؤوليات مشتركة ما بينهم، ما بين زي ما قالت لما، ما بين الأعمال المنزل، ما بين الرعاية الشخصية والنظافة للأطفال وللبيت. ولكن يبقى هناك متسع من الوقت لربة المنزل في أن هي تقوم بما بتقوم به العاملة. العاملة، الفرق ما بين ربة المنزل والعاملة أن هي خرجت، العاملة خرجت لوظيفة خارج المنزل. ربة المنزل هناك مهام كثيرة تقوم بها في المنزل، شخصية لا تجعل لديها وقت من الراحة. يعني طيب، أنت يعني عرفناك أنك تركت العمل من أجل رعاية ابنتيك، لماذا؟ يعني هل وجدت أن رعاية الأبناء مع العمل في مشكلة؟ لا إطلاقا، هي متطلب وقت. يعني يمكن في الوقت، يعني أريد أن أخذ أكثر في تجربتك الشخصية. لماذا اخترتي، لو كان اختيار أن تكوني ربة منزل على أن تعملي؟ اختياري تماما لأن هما في مرحلة، عندي ابنتين 4 سنوات ونصف وسنة ونصف، هما في مرحلة يحتاجوا فيها من الرعاية الشخصية والرعاية العقلية والروحية أكتر من احتياجي للوظيفة. ويمكن أنا بلبي احتياجاتي من الوظيفة والعمل في البيت. بالفعل لي عملي ولي وقت بشتغل فيه، لي وقت للقراءة، للخروج، للرياضة، للبحث، أن أنا أكمل دراستي في مجالي من خلال البيت، الجامعات، من خلال الإنترنت. كل دي أمور بتخلي الموضوع سهل. أنا بأدي لهم احتياجاتهم ومتطلباتهم، وأنا في نفس الوقت باخد احتياجي من نفسي، من طموحي، عشان ما في ضغط عليها. ما في ضغط، يعني ما في ضغط شغل أوريدي، ففي خفيف، مش مثل العاملة. يعني ما في أنا ملزومة بوقت 8 ساعات عمل، أطلع من الصبح على ساعة معينة وأرجع على ساعة معينة، ثلث ما بلحق. ثلث اليوم راح. لأنه أنت بدك تحمل ثلث اليوم نوم. بدك بتحسب النوم، فشو اللي بقي؟ فما عندها هذا اللود، هذا الضغط عليها كل هالقد، بيكون أخف، فبتقدر تمارس كل هول. طيب، تفتكر أن إدارة الوقت للسيدة ربة المنزل اللي عندها متسع أكثر من الوقت عن غيرها من السيدة العاملة، يعني دائما يكون في هذا الإطار الصحيح وفي يعني أحسن استغلال؟ حسب، والله بيختلف من مرأة إلى تانية، يعني بيختلف من واحدة إلى تانية. بس أغلب يعني الست الشاطرة هي اللي بتعرف يعني تنظم كل وقتها، بتقدر تشتغل، بتقدر تخلص، بتقدر تمارس نشاطاتها، بتقدر طبعا كله تحت تصرفها يعني والسيطرة. أهم شيء مثل ما حكينا الأولاد، لأنه هي سبب تركها للعمل، مثل كلمة كتير يعني أنت كمان سبب ترك العمل هن الأطفال. الأطفال في مرحلة عمرية، خاصة أول 6 سنوات ل7 سنوات، يحتاجون لرعاية خاصة. يعني أنت بدك تعرف لازم لازم لازم، يعني هذا شيء ضروري. أنا يعني
حكينا قبل انه ابني الكبير عانيت شوي، بس بنتي خلص موجود، يعني في سيطره، في نظام، في كنترول. عانيت لانك كنت تعملي في في بدايه طفولته. كنت اعمل بدايه طفولته، فعانيت شوي، صار عنده عند لانه هو فقدني، مش موجوده انا طول الوقت عنده. بعدين خلص انا وقت تركت قعدت عليه، نظمت الامور، قدرت انه اسيطر عليه عشان هو عجينه بعده صغير. بس لو كبر عدلت من سنوات استحالة انك تقدر يعني ترتب امور هالطفل او تبرمجه على شيء معين، هو كبر ووعي. طيب بس في رأي اخر يقول ان السيدة العاملة ممكن يكون اولادها وبيتها وبالذات الاولاد اكثر استقلالية واعتماد على النفس من اولاد السيدة ربة المنزل، رأيك حنان؟ بالفعل انا كنت اعلق على كلامه لما اقول ان الموضوع نسبي، ان مدى استعداد المرأة العاملة من ان هي يكون عندها تنظيم وإدارة صحيحة لبيتها ولحياتها، هو ده اللي هيخلي عندها من الوقت متسع من الوقت ان هي تكون عندها وقت لأولادها، عندهم وقت لنفسها، عندها وقت لأمور تانية كتير غير العمل. في حين ان ممكن تكون ربة منزل موجودة في البيت، وفي نفس الوقت في شكاوات كتير يعني من ربات بيوت ان مش قادرين يعملوا حاجة. قدرات. الموضوع يتوقف على مدى قدرتها ان هي تنظم بيتها وتخطط ليومها بشكل صحيح. عظيم. طيب نسمع الآن رأي أحد الرجال، رجل يشارك معنا في موضوع نسائي بحت، سيد محمد من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام. تحية لك يا أخي وتحية للضيفات الكريمات. أهلا بك، تفضل. أنا لدي تدخل، لدي نقطة مهمة ومحورية أقول. يعني في الحقيقة يعني المرأة سواء كانت في البيت أو خارج البيت، يعني العمود الفقري يعني لقوة المرأة يعني، وهذا ينطبق كذلك على الرجل، وهي المعرفة. أنا لا أظن يعني في الحقيقة يعني المرأة تجلس في البيت إذا دعت الضرورة أو لأسباب أو يعني في الحقيقة المعرفة يعني واجب على المرأة أن تتعلم وأن تبحث عن المعرفة داخل البيت أو خارج البيت، وهذا يعني ما يجعلها يعني ذا وزن، يعني يجعل عندها وزن. أنا عظيم. يعني أنت تطالب المرأة بالمعرفة سواء في المنزل أو خارج المنزل، ولكن برأيك هل تعتقد أن منزل ربة المنزل أفضل من منزل السيدة العاملة مثلا أو العكس؟ يا أخي فعلا صحيح، يعني العاملة هذا دليل على أنها يعني يعني دفعها للعمل خارج المنزل، يعني والفقر. إما هذه السيدة في الحقيقة هي في مملكتها، إذا كانت في منزلها والزوج زوجها والأب والأبناء وكل شيء ملكها، هذا امتياز وهذا شرف لها يا أستاذ. أنا كل ما أريد أن أقوله وهو في الحقيقة على العقلية العربية أو يعني أن تتغير. يا أخي المنزل شيء عظيم، المنزل صعب وال يعني في الحقيقة المنزل أنا أرى خلال أنا كزوج، أنا أرى زوجتي مثلا تعمل في مجال التعليم وتأتي إلى المنزل وأنا أساعدها، يعني من خلال يعني عندما أكون أنا في المنزل وربما يعني يعني أعد لأغل غدا أو غير ذلك، وهذا شرف. وحتى لا أقول عليكم يعني أنا أقول يا أستاذ يعني نقطة الضعف للرجل وللمرأة وهي الأمية وهو الجهل. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دائما أراء الرجال يعني في صالح عدم عمل المرأة أو أن تكون المرأة ربة منزل، ربما يريح ذلك أكثر الرجل. نريد أن ننتقل لنقطة مهمة وهي كيف تقضي ربة المنزل يومها. نريد يعني بإيجاز سريع نبدأ معلمة، كيف يمضي اليوم، كيف تنظم اليوم، يعني أبرز الفعاليات أو الأنشطة في هذا اليوم. يعني باختصار بدنا في الصبح على صلاة الفجر على أنه الأولاد نجهزهم للفطور للباص، بعدها يبدأ يومي لأنه خلص صار يومي ملكي يعني فضى. ممكن أنا مارس الرياضة بعدين أقوم بأعمال البيت بعدين أو العكس، ببدأ أروح سباحة، ممكن أطلع ألتقي مع رفقات، عادي تكون عاملة غير عاملة
أنسب غير عاملة، لأنه العاملة ملزمة بوقت. فأنا بعمل تسوق وبعمل بخلص كل شيء، برجع حتى قبل وقت أولادي. مجرد ما رجعوا الأولاد على البيت يعني بدأنا بمرحلة تحضير الطعام والغداء وتدريسهم، وبعدين نتنيمهم. فأنت هون لسه يعني مش كل هالطاقة، لأنه أنا ريحت بين فترة الظهر، عرفت أنام مثلا ساعة، عندي راحة، فعندي أنه عندي طاقة أنا أكمل فيها المساء، يعني مع الزوج، مع الرفقات، مع التلفزيون، يعني whatever، إنه في طاقة، يعني عندي وقت. مسلسلات تركية اللي هو، فهيك اليوم يمضى، يعني كل يوم يفرق عن الثاني، عشان ما بتحس بالروتين. يعني يوم في هيك تسوق، التزامات كل يوم تختلف عن الأرض. نعم. وبالتالي ترتيبه أنا بنظري أحسن هذا هيك، مشان الروتين ما بتمل أبدا. عظيم. حنان، يومنا بيبدأ من الفجر فعلا، وبنجهز للمدرسة وللفطور، وبعدين بيكون نفس الموضوع، عندي جزء لحد ما يجوا من المدرسة، عندي وقت أدي فيه أنا شيء شخصي ليا، بيكون عندي وقت للقراية، عندي وقت للدراسة، إني أدرس من البيت، أتعلم لغة جديدة، إني أروح أمارس هواياتي ونشاطاتي ولم تنقطع أبدا، أني أمارس السباحة، أني أخرج أقابل أصدقائي، أني أتعلم شيء جديد، لحد فترة لما يجوا من المدرسة ونبتدي نجهز لأعمال البيت وللغدا، وبعدين نقعد مع بعض شوية، أن احنا نقعد مع بعض نتكلم عملنا إيه في المدرسة، عملنا إيه في اليوم، أن يكون بيننا تواصل، وبعدين نبتدي نتجهز للنوم، وخلص بينتهي اليوم عند كده. يمكن اعتبر ان العائد المعنوي ليا مع وجودي معاهم في البيت في الفتره من بعد عودتهم المدرسه، ان احنا نتكلم وان هم يرجعوا يلاقوني موجوده في البيت ونتكلم مع بعض، ويكون في بيننا حوار مشترك، وعملنا ايه ونحكي، وانا احكي لهم عملت ايه، كل ده بيكون اكبر كتير جدا من العائد اللي ممكن احصل عليه في خروجي للمنزل، وده اللي كان السبب اللي وجودي معاهم في البيت. عظيم. انا بحقق يعني الهدفين، انا بحقق بالظبط، انا بحقق معنويه اهم من المعنويه، وانا في نفس الوقت بحقق ذاتي، وبحقق ليا كيان، وبحقق ما احب في فتره عندي وقت كبير الصباح احقق فيه اللي انا عايزاه، واحيانا بشتغل برضو من البيت بمقابل مادي، فالامر متحقق ليا تماما. عظيم. طيب نذهب الآن إلى تونس لنتعرف كيف ينظر المجتمع هناك للمرأة التي تذهب إلى الخدمة، أو المرأة العاملة، والمرأة ربة المنزل، وكذلك العوامل التي تدفع كل سيدة للاختيار بين البقاء في المنزل أو العمل. تلاقي بروح ما تلقاش الوقت، بس تلاقي بولادها بذهب، لخص كده تبدأ عندها عائلة، تلاقي بولادها، تلاقي بدارها، تلاقي بعائلتها برجلها، عندها معنى التزامات برش حاجات. فما فرق شنو الفرق؟ المرأة اللي تخدم خطر عندها حاجات برشا، فهمتني، باش تعاون الزوج، يحتمل دار، فهمتني، بالكريدي باش تخلص مثلا، باش تعاون زوجها على خطر شهرية واحدة ما تعمل حتى شيء، راي فهمتني. وبين المرأة اللي في الدار يحتمل عندها أولادها، زوجها متكفي، شهريته تكفيه، لوجيك، دارها ملك والملك لله، ما تبقينا إذا كان، فهمتني، الحاجة تضطر المرأة مش تعاون الزوج، سي من غير شك. والله يتعب دوبل للمرأة اللي تخدم مسكينة، والله يتعب، خاطر عندي انا الاكزامبل، عندي كنتي تخدم تروح للدار، ولدي يحب ياكل كان من يدها، من الخدمه تريكت الكوجينه، عندها زوج صغار تقريهم، تنظفهم، تغسلهم، توكلهم، ترقدهم، تهزهم غدوك للمكتب. المراه اللي تخدم تعبه بصراحه اكثر من المراه اللي في الدار. المراه اللي تخدم ولا بطبيعه الحال، ولا تو حسب الواقع اللي نعيشوا فيه، انا عندي مراه تخدم، والله تمنيت خذيتها مرأة ربة بيت بكل صراحة. مرأة اللي تخدم هو في العادة باش تعاون، لكن مع الأسف الشديد شهريتها ما تكفيهاش هي في حد ذاتها. المرأة ربة بيت هي بلهوتها بصغارها، بلهوتها برجلها، بكل استقرار العائلي، يعوض أكثر من الفلوس اللي باش تاخذه ممكن باش تعاون به رجلها ولا العائلة نتاعها. ديجا حتى المرأة توا اليوم في تونس تتمنى انها تكون ربة بيت على اساس انه رجلها عنده القدره نتاع الانفاق، لكن مع الاسف الشديد اليوم في تونس مع المعادله هذه ما ثماش.
والله ساعات بالله ساعات انا تلقى المراه تخدم فهمتي وتعبه برشا ودارها نظيفه بالكدا، ساعات ساعات تلقاها احده مش كلها، وساعات تلقاها مثلا ما تخدمش وضايعه في كل شيء، ضايعه في دارها في اولادها في رجلها. المراه اللي تخدم عندها مسؤوليات في الخدمه، ومرأة اللي ما تخدمش عندها مسؤوليات في الدار. شنو الفرق ما بيناتهم؟ المرأة اللي تخدم عبارة عندي أنا ما تخدمش جملة واحدة، مسايبة خدمتها تمشي تعمل القهاوي ودرا شنو. المرأة اللي تخدم اللي ما تخدمش القاعدة في الدار تلقاها اللي هي أكثر روحها بروحها في الدار متاعها ونظيفة الدار متاعها، وهذا شنو الفرق؟ آراء متباينة من تونس عن ربة المنزل والمرأة العاملة. ونريد أن نعرف هنا إن كنا نفهم مشاغل وهموم المرأة العاملة، وهي كثيرة، التوفيق بين البيت والعمل وكثير من الأمور، فما هي مشاغل المرأة وهموم المرأة ربة المنزل؟ لم المشاغل لأنه نحن حكينا أنه نحن تركنا في سبيل الأولاد، في سبيل الزوج والأسرة. أنا أسأل طبعاً عن مشاغل نفسية، نعم، اجتماعية، نظرة مجتمع. أهم المشكلة اللي أنا ممكن أنا تتعبني هو إذا أنا ما نجحت بالتوجيه النفسي لأطفالي والفكري لأطفالي. أخوان أنا ممكن يعني بعد كل هالعذاب وإجي أنا ما حقق اللي أنا بدي إياه. هلا نحن ما عم نحكي ان نحن نضغط على الطفل، بس انا اوجهه عندي، انا بزرع فيه الاسس، هو بذره انت تزرعها رح تحصد ثمارها بعدين، فانا بخاف انه يوم من الايام تستشعري النجاح في التربيه او في التضحيه. طبعا لانه انا اساس انه هو الطفل توجهه نفسيا واخلاقيا يعني بعيد عن الرعايه عن ما فيش مشاغل خاصه بك انت بطموحاتك بحياتك؟ ممكن في وخلي مثل ما يقولوا الطابع مستور. عرفي انت هنا يعني تتحدثي نيابه عن ربات المنزل المشاهدات لنا جميعا، فاكثر شيء يعني تشعر به نفسيا يعني ممكن مرات يعني يحدث انه انت تحس بالملل، انه انت كنت انسان درست في الجامعه وحققت الماجستير ولك يعني تقدر تحط بصمتك في المجتمع، بس في تنازلات، في تضحيه انا لازم اعملها لسن معين على الاقل من اولادي، فهي بحد ذاتها تضحيه، هي شيء يشغلني يعني شيء يتعبني انا ممكن حتى لو اقضي واشغل كل يومي. واكيد هذا العلم الذي وصلت له يستفيد منه الأطفال طبعا هو إحنا كرسنا لأطفالنا. عظيم. طيب بالنسبة لك حنان، ما يؤرقك داخليا نفسيا؟ لا أعتقد أن عندي سلام نفسي جدا. طيب. من الوجود بس أكيد فيهم كلنا عندنا يعني شيء يشغل بالنا، طب يعني الطريق هذا الطريق صحيح أم كان يجب يعني أيوة. مثلا لا أنا مقارنة بالأخريات بالزميلات ده صحيح، يعني يمكن ما فكر اني كان ممكن مثلا الفتره ديت من وجودي في البيت درست حضرت الماجستير او كملت في دراستي كملت في شغلي، بس ده لا يمنع ان انا راضيه جدا عن وجودي معاهم في البيت وما عنديش اي مشكله لاني حاليا بستعد لمرحله ما بعد المنزل، اني في وقت ان انا وقت معاهم دلوقتي بقضيه في البيت مش وقت ليهم هم بس، انا ليا وقتي بستعد بدرس بكمل دراسه في البيت بكمل ابحاثي بكمل يعني تعلم لغتي في عندك مرحله أنا تخططي لها فيما بعد ستعودي للمجال العام. انا مجرد ما تنتهي المرحله ديت مرحله هم محتاجيني فيها جدا ان انا اكون معاهم السنوات الاولى على فاخرج اكون مؤهله ان انا اواكب سوق العمل واواكب العلم ويكون معايا من الخبرة ومن التعلم ومن الثقافة والمعرفة اللي تأهلني ان انا اخرج للشغل. وان شاء الله تلاقي يعني سوق العمل ينتظرك. هو يعني يختلف يعني الرأي انا حسب الجو المحيط العائلة الزوج يعني حسب انت ممكن انه مرات بدك بس ما بتزبط ما كل شيء ما كل ما يرغبوه المرء مثل ما يقول يعني توازنات وتوافقات من اجل ان تمضي الحياة. طيب هل يعني المرأة ربة المنزل والتي يعني لا تخطط ربما لا تخطط بشكل سريع للعودة للعمل او للعمل من جديد، هل تشعر بالاكتفاء ان يعني زوجها رجل ناجح وتكتفي بدوره وراء كل رجل عظيم امرأة؟ هل تشعر فعلا بال يعني بالنجاح
في نجاح أولادها، هل هذا يكفي لها؟ هذا يختلف نسبيا أحمد. يعني نوعا ما ممكن يعني أكتفي، ونوعا ما ممكن ما أكتفي، ممكن ظروفي حطتني في هذا الأساس، مثل ظروف صحية أو ظروف شيء. بس المرأة حتى بعد يعني توصل لمرحلة الإنسان يتغير، فبعد مرحلة أنه أنا الأطفال كبروا وانت مليت واكتفيت وفي روتين يعني معين، ممكن يعني ممكن يعني تشغل نفسك بشغل ثاني، يعني أي شيء ثاني. فحسب يعني أنا بقول لك هذا الموضوع من مرأة لمرأة، حسب المحيط وحسب القدرات وحسب تختلف يعني. طيب المرأة ربة المنزل يعني هل هي أكثر سعادة وتنظيما في بيتها وأكثر علاقة جيدة مع زوجها من المرأة العاملة؟ نعم أؤيد. أنت تؤيدي؟ لما تؤيد؟ لا أنا لا، يعني مش شيء مختلف من مرأة الأخرى ومن بيت لثاني. الموضوع مش مطلق، بيتوقف برضو على نظرة وتعامل كل واحدة من ربة المنزل والمرأة العاملة لنظرتهم للبيت وللحياة وتعاملهم، ومدى توافق الأسرة كلها في إن الأسرة كلها تنجح، مش شخص بيضحي وشخص بينجح. بس كنت حابة أقول نقطة أعلق على نقطة أحمد. مين قال إن الوظيفة الثابتة بدوام ثابت هي ديت النجاح للشخص؟ يعني إذا في شخص له مشروع خاص من البيت أو مش وظيفة أو له عمل أو له هواية بيمارسها وناجح فيها، ليه ما نقولش إن ده شخص عامل وشخص ناجح؟ الوظيفة مش المعيار لنجاح شخص، ومش المعيار لعقل شخص، ومش المعيار لإن إحنا نحكم بيه على الأشخاص. ربة المنزل والمرأة العاملة لا يفرق بينهم الوظيفة أو غير الوظيفة، يفرق بينهم طريقة تفكيرهم وطريقة تعاملهم وطريقة نجاح واحدة لأخرى. ربما تكون عاملة لا تجني من عملها أي شيء غير المال، ما بتحصلش أي حاجة غير الفلوس. طبعا أنا مش بقلل من القيمة طبعا، بس انا لو مثلا بتكلم، لاني انا لو اشتغلت انا مش هشتغل محتاجه المال، انا هشتغل عشان انا عايزه املي وقتي، عايزه، انا بحب المجال ده، انا بحب مجال الهندسه وعايزه اكمل فيه مثلا. فعايزه على كل حال انتم يعني اعتقد يعني قدمتم نموذجا للمراه ربة المنزل تختلف عن النمط السائد، نمط السطحيه وقت الفراغ. لا يعني اعتقد في طموح وفي هدف وفي تضحيه، وربما تكون السعاده في هذا، وربما تكون السعاده فعلا في وجودها مع اولادها. يعني في الاخر السعاده برضو بالضبط. شيء نسبي يعني، وهو اختيار موجودة. انا سعيده في وجودي معاهم، سعيده في سعادتهم. وعوده للسؤال بان كان يعني العلاقه الزوجيه افضل ام لا، ربما نستشرف ذلك من مكالمة محمد أنه يعني يجل أو يحترم ربة المنزل، أو يعني يفضل ربة المنزل. وكذلك حتى التعليقات، أغلب التعليقات التي ترى أو تؤيد أن تكون المرأة ربة منزل من الرجال، فمعنى ذلك أن العلاقة الزوجية قد تكون أفضل. وفق يعني أنا لا أجزم يعني أحمد أيمن بعت يقول لا أسوأ، لأنها بتقوم يعني هو يؤيد يقول أن المرأة ربة المنزل ليست في راحة، حالتها أسوأ لأنها تقوم بتسعين مهمة كل يوم، أما العاملة فلها يعني مهام محددة، خاصة أن المرأة ربة المنزل يعني يكون البيت قائم على وجودها الدائم، إنما المرأة العاملة ربما مفهوم يعني أن المرأة لا يعني لا يحتاج لها البيت أحيانا، يعني في بعض الأوقات. أنا لا ممكن أختلف مع الموضوع ده بشكل أو بآخر يعني برضو. أنا أؤيد. لا أنا أختلف معي، يعني ربة المنزل برضو إذا كانت موجودة وكل شيء مقام عليها بنسبة زي ما أنت قلت 90%، فده خطأ منها، لأن ده لا يعني أن مطلوب من الأولاد ومطلوب من الزوج أن لا هو مش اختيارها، هو بما أنها ربة منزل فدائما ما هي مديرة، هي أنها موجودة هي دائما، هي سي أو المنزل، هل هو بيعمل سي أو بيعمل كل حاجة في الشركة؟ لا، لأن في موظفين، في كل واحد له مهمة يقوم بيها. بالضبط ربة المنزل مش معنى وجودها في البيت ان هي بتقوم بكل المهام، الزوج له مهمة والاولاد كل واحد له مهمة مطلوبة منه يؤديها، له شيء يعتمد بيه على نفسه، وده بيزيد الثقة في الاولاد وبيدي الفرصة ليها ان هي كمان ما تكونش الموضوع بالنسبة لها مرهق. طيب لما في هذه النقطة ربة المنزل يقوم عليها او يعني يبنى المنزل على انها موجودة دائما؟ طبعا
أنا أؤيد معها، هو لازم تكون موجودة، هي عمود البيت، مو الرجال هو يكون عمود البيت كمان بالشيء، اثنيناتهم يعني وجهان لعملة واحدة. هذا دوره خارج المنزل وهي دورها المنزل بالمنزل، هي دورها بالمنزل، هي الأساس بالمنزل، فأنا إحنا من مبدأ إنه هي ربت منزل عليها ضغط، مو إنه ما عليها ضغط، بس مو مثل المرأة العاملة، يعني ضغط المرأة العاملة كضغط نفسي، ضغط سبق وحكينا إنه هي مثلا تكون ممتازة، مثبتة ثابتة نفسها بالعمل، يجي الضغط عليها أكثر فتوصل على البيت خلص فصلت البطارية، يعني ما عاد فيها تكمل، بتعطي بقد القوة اللي بتعطيها ربة المنزل اللي ما عندها كل هالضغط، يعني يكون ضغط خفيف جسدي، ضغط نفسي يكون حتى قليل، مش بال يعني بكل هالضرورة اللي فيها المرأة العاملة. إذا العملية أنا قلت لها يعني أنا أؤيد مع احترامي لرأيها. عظيم، على كل حال تحية لكما ولكل ربات المنزل وطبعا لكل العاملات، ولكن طبعا بما ان الحلقه عن ربات البيوت فنوجه لهم التحيه ولزوجته، هي منهم ايضا هي ربات المنزل باختيارها طبعا. شكرا لكما لمى وحنان، والان نتوقف مشاهدينا مع فاصل قصير ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف الى تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، فتفضلوا بالبقاء معنا. إني أربي أولادي كيف، فممكن تكون المرحلة دي انتهت بس غذت المرحلة القادمة.
أهلا بكم من جديد، ولمواصلة الحديث عن موضوع حلقة اليوم أرحب بضيفتي في الاستوديو ربا كارجولي، وهي خبيرة التدريب والتنمية الإدارية ومهتمة بالشأن الاجتماعي. أهلا وسهلا. صباح الخير. أبدأ معك بما كنا نتحدث عنه وهو مصطلح ربة المنزل. هل يعني يقترن مصطلح ربة المنزل أو يترادف مع فكرة أن تكون المرأة عاطلة عن العمل، أم أن ربة المنزل هو مهنة بالفعل ولها مسؤوليات؟ بداية هو يعني الموضوع إلى شقين. الشق الأول ككلمة ربة منزل متعارف إحنا يعني يمكن في جوانب معينة من ننظر إليها بنظرة يعني إنها دون أو عاطلة، لكن إحنا لو نقيم الكلمة بحد ذاتها فهي ربة، يعني هي من رب زي ما بنقول رب الأسرة، سيدة المنزل، هي ملكة هي ملكة المنزل. فمثل ما نقول إحنا لا ما بننتقص، يعني ما في انتقاص لشأن الرجل لما نقول هو رب المنزل، بالعكس هذا يعطيه قيمة ويعطيه هو مسؤول، يعطيه هو عنده باور، عنده قوة، عنده أولويات. فنفس الشيء المرأة هي ربة منزل، بمعنى إنه هي يعني مسؤولة عن كل شيء يدور داخل المنزل. فهو كمسمى تشريف، مسمى تكليف بالنسبة لها، ما في أي انتقاص، لكن هو الانتقاص يكون في إحنا موروثاتنا كيف نستقبل هاي المسميات. عظيم. كذلك ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من القاهرة المستشارة الأسرية دكتورة نعمة عوض الله. أهلا وسهلا بك. دكتورة نعمة، ربة المنزل يعني هل هي يعني أكثر راحة من السيدة العاملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده يخلينا نبص مع بعضينا على يعني ايه ربة المنزل ومين اللي بتختار تكون ربة منزل، وهل هي فاهمة دورها ولا مش فاهمها، وهل هي ربة منزل فيما هو ضروري ولا هي ربة منزل يعني هي واحدة قاعدة في البيت لانها كسلانة ومش عايزة تعمل حاجة. هي مش نفس الشخصية على فكرة، ومش نفس الناس تنطبق عليهم كل الاشياء. في مرحلة معينة من عمر الأبناء يجب أن تتواجد المرأة في البيت، وخروجها من الحقيقة أنا بعتبره جريمة مهما كان البيت بحاجة إلى المال. فلو المال بقى تلتال زي ما بنقول وتلال، والأولاد كان عندهم مشاكل نفسية أو لم يكونوا شخصيات سوية، مفيش مال حينفع الحقيقة، وبعد كده بتصرف المال ده على إصلاح ما أفسده خروج المرأة في هذه المرحلة. المرحلة دي اللي هي لغاية تقريبا دخول المدارس كنا زمان بنقول 6 سنين، ممكن نقول 4 سنين، لكن مش قبل كده أبدا. إذن أحيانا بقاء المرأة في البيت، سميها بقى ربة بيت، سميها حضرتك أي حاجة، رئيسة جمهورية المنزل وحتم بالضبط كده، شيء ضروري جدا جدا جدا، لأن ده حتى شيء يعني إذا كان دلوقتي علماء النفس بيقولوه بصوت عالي وبيطالبوا بيه. فده عليه الصلاة والسلام قالوا لامرأة في يوم من الأيام، قال لها اذهبي حتى يستغني عن خدمة النساء. معنى كده إن في مرحلة معينة لا يمكن أن يستغني الطفل فيها عن خدمة النساء. طبعا 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 دكتورة، اسمحي لي دكتورة، طبعا نحن هنا نتحدث عن من لديه يعني حرية الاختيار، لأن بالتأكيد يعني هناك سيدات يضطرن للعمل بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي نعيشها في الوقت الراهن. سنعود للحوار ولكن ننتقل الآن مع تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي مع حياة اليماني. إليك حياة. نعم أحمد، مسألة ربة المنزل أم امرأة عاملة، هل هذه مرتاحة، هل تلك أكثر تحققا، هي مسألة جدلية، وبالتأكيد هذا ينعكس على التعليقات التي وردتنا عبر متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. سايم يقول المرأة تستمتع مع أبنائها أكثر من أي شيء آخر، وأيضا تعليق من هند تقول أن رأيي أن المرأة لا تتوقف عن العلم والتعلم مهما كبر سنها ومهما تولت مسؤوليات، فالعلم غذاء للروح والعقل، ولكن الجلوس في المنزل فقط لخدمة الزوج والأولاد يجعلها تنسى نفسها، لابد من شريك حياتها يوفر لها وقتها وحدها كي تبني نفسها وتطور ذاتها. أيضا كمال يقول الرجل يمضي وقت أو يوم طويل في مكتبه وسط أكوام من الورق أو شاء أو في ورشة العمل،
يبدع ويصنع ويطور دون كلا الأومل، ولا يفكر في نفسه فقط بل في زوجته كذلك، حيث صنع لها جميع الآلات التي من شأنها تخفيف أعباء العمل، ورغم ذلك لن تجده يبكي ويشكي أو لن تجده يبكي ويشكي، بينما المرأة مهما وفرت لها وسائل الراحة ستجدها دائما تبكي وتشكي. يعني لن أعلق على هذا التعليق، ربما يمكن لضيفتنا أن تعلق عليه بالتأكيد. علاء يقول وظيفتها هي مكانها الطبيعي البيت والتوازن الصحيح والاستمتاع بالحياة، هو الإشراف على تربية الأطفال كما يجب، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذا رأي علاء. هنادي تقول الموازنة بينهم أمر صعب، ولكن عندما تنظم وقتها ستوفق بين ذاك وذاك، ولكن في كلتا الحالتين متعبة للمرأة. دعاء هي الأخرى تقول هو الدور ده في حد ذاته متعة، يا ربي لك الحمد، وإن كان ده لا يمنع الاستمتاع بأوجه أخرى في الحياة. وفاء تقول هو تضحية ممزوجة بالواجب، إذا كان الذي تضحي لأجله يقدر ما تفعل فالزوج عليه أن يقابل هذه التضحية بحسن التصرف والمعاملة بإحسان، وألا يجعلها تحس بالنقص. منال تقول أنا برأيي ربة المنزل لا تنقص شيء من شأن المرأة، بل هو شيء عادي في مراحل حياتها ونجاح فيه تاج يرصع رأسها. عبر تويتر مزيد من التعليقات، طارق يقول الزوجة التي تعمل في بيتها أكثر احتفاظا بأنوثتها وأمومتها وأقوى ارتباطا بعائلتها، عكس من تعمل خارج المنزل فتفقد بحكم استقلاليتها جزء من أنوثتها. لا أعرف ما هي العلاقة العكسية ما بين الأنوثة والاستقلالية، ولكن هذا رأيه بالتأكيد. ممدوح يقول لا ينتقص من قدرها، بل هي شريكة في تربية أولادها. إذن تعليق آخر من أمينة تقول لا ينتقص من مؤهلاتها، لكن فعلا تضحية، والأهم أن الزوج يقدر التضحية ويترك المجال للزوجة لتجعل وقت من حياتها لهواياتها أيضا. إذن كما ترى أحمد، بين من يرون أن الأمر تضحية يجب التقدير لها، وبين من يرون أنه يعني هو المهنة المثالية للمرأة والشيء الأفضل لحياتها، وبين من يرى أن هناك علاقة عكسية ما بين الأنوثة والاستقلالية. خاصة لو اختيار، يعني لو بإيدك الاختيار كنت اخترتي ماذا؟ بيدي أنا بيدي الاختيار في الحقيقة، بيدك الاختيار، ويعني أعتبر الجزيرة امتداد للبيت، ولكن بعض الراحة أوقات يكون جيدا أفضل. يعني تغبطين المرأة ربة المنزل أحيانا؟ ليس كثيرا. شكرا حياة. نواصل الحديث، ولكن دعينا يعني أغلب المتصلين اليوم هم من الرجال في هذه الحلقة. معنا عبد الرحمن من لبنان. نعم، للحقيقة إن الإسلام قد بني على الحرية، هذا مبدأ الأساسي بالإسلام. الإسلام بني على الحرية، فللمرأة أيضا الحرية الكاملة في أن تعمل داخل البيت أو خارج البيت، وهي التي يجب أن تقدر هذا الأمر بقدره. فهي في داخل البيت توفر 50% من مصروف البيت، وهي خارج البيت قد تأتي ب50% من مصروف البيت. فهي في جميع الأحوال هي عضو فاعل، والإسلام أعطاها الحرية، والقانون المدني أعطاها الحرية، ولكن الإسلام أعطاها الحرية قبل. عظيم. لذلك لنترك لها الحرية الكاملة في أن تنتقي، أن تكون في البيت كشخص فاعل عندما يحتاجها البيت، وأن تكون أو أن تكون خارج البيت عندما تكون شخص فاعل لا يحتاجها البيت إلى درجة كبيرة. عظيم. من هذا المنطلق الحرية هي الأساس. والله يعني أصبت يا عبد الرحمن، أهم شيء أن يكون هذا الأمر هو اختيارها، أن تكون عاملة أو ربة منزل، أن يكون للمرأة الحرية في الاختيار ماذا تريد أن تكون، وأن تتيح الظروف لها ذلك، سواء الأسرية، الظروف الاقتصادية والمجتمعية والمادية بالتأكيد. شكرا لك عبد الرحمن من لبنان. يعني في من التعليقات تحتاج إلى تعقيب أستاذة ربا، منها مثلا عبد الرحمن أو منها كمال الذي يعتبر أن المرأة في كل الأحوال
شكاء بكاء تشكو مهما توفرت أو مهما كان حاله. هلا احنا ما بدنا حد يزعل مننا على الصبح يعني، بس الاغلب هي صفه مشتركه حتكون بين الرجل والمراه اذا كان هو يعني تماما مش محدد هدفه بالحياه. فهو اذا كان هو الهدف الاساسي، اذا كنت انا ربة بيت او انا كنت موظفه او كنت، سواء كان عندي الخيار او ما عندي الخيار في اي يعني في اي واحد منهم، اذا ما كان عندي رؤيه واضحه، اذا ما كان عندي هدف في حياتي، فانا ساكون شكايه بكايه، لانه بالنهايه لا اعرف يعني مهما توفر لي فانا لا اعرف ماذا اريد. فرؤيتي أنا لدوري، تقييمي لدوري إذا كنت ربة منزل، تقييمي أنا لأدائي في المنزل، تقييمي لعملي، الصورة الذهنية أنا برسمها لمهنتي هي هاي اللي بتخلي سعادتي. أنا إذا تعاملت إني ربة بيت وتعاملت مع كل ركن من عائلتي كأنه مشروع بالنسبة إلي، فأنا أكون أكيد سعيدة بتحقيق كل نجاح. طيب، تعليق آخر من طارق الذي يربط الأنوثة، يعني أن المرأة ربة المنزل أن تكون أكثر أنوثة. أنا هعلق على التعليق هاي، يعني هو بجوز لأنه هل هي أكثر اهتمام بنفسها؟ يعني ممكن يكون هذا جانب اهتمام بالنفس، ممكن يكون أنه إحنا ابتدنا يكون المرأة هي يعني معتمدة اعتماد كامل على الرجل مادياً، فهي بصير عندها نوع من الاعتمادية أو الاستقلالية، فهي مش محتاجة، ممكن تكون هيك. ممكن يكون هي حتكون بتنتقل من دور لدور بشكل سريع، يعني موظفة بترجع بتطبخ فتتحرك بشكل يعني آلي أو أنه تخلص المهام اللي عليها. في تعليق أيضا من اسمح لي أضيفه، أحد المعلقين قال أو الأخت أنه المرأة تنسى نفسها إذا ما كان شريك حياتها هو اللي يساعدها. فأنا تعليقي إذا كنت أنت تنسى نفسك فمطلوب من مين يذكر؟ يعني إذا كان إنسان نفسه، إحنا ليش دائما متعودين نكون إحنا يعني نقول زي الضحية، مستنين حدا انه يمسكنا ويساعدنا؟ اذا انا ما ساعدت نفسي فما القي اللوم على غيري. لا تلومي على احد لم يساعد. طيب، نذهب للدكتوره نعمه عوض الله سريعا ونسال عن نقطه مهمه، وهي ماذا تحتاج المراه ربه المنزل من المحيط، ان كانت خاصه انها تعتبر ذلك في كثير من الاحيان هو تضحيه من اجل المنزل والابناء والزوج، فماذا تحتاج؟ ماذا يجب على الزوج والمحيطين بها أن يقدموا لها؟ هو أول حاجة يحتاج يقدم لها هو الزوج. الزوج المفروض أنه هو يعني تأثيرا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون معها في مهنتها كلما أتيح له هذا الوقت. وإن لم يستطع أن يساعدها فعليا بإيديه، على الأقل يساعدها بالكلمة الحلوة زي ما نقول، أو بالشكر أو بالتقدير. هو ده أكتر واحد مساعدته أو حاطه ليها بالاحترام والمحبة والتقدير هيساعدها أنها تقدر تكمل. وهي عليها أنها تربي أبنائها أن هم يعتادوا العمل والمساعدة، وده شيء موجود في الدنيا كلها بس مش موجود في بلادنا العربية. في العائلات عادة في العالم كله كل إنسان عارف دوره في البيت، كل واحد له وظيفة معينة في أعمال المنزل بوجه عام. وأعمال المنزل شيء بقى جميل ورائع دلوقتي، وشيء خلى واحدة زي مارثا ستيوارت بقت مليونيرة، هي واحدة من أغنياء نساء العالم، باستعمالها ليه كيف تديري بيتك أو كيف تكوني ربة بيت أو كيف تسعدي حاجات كده. فدي وظيفة جميلة جدا لو اللي حواليها كلهم كل واحد عارف دوره وكل واحد عارف يساعدها في إيه، ده هيخليها ما تبقاش حاسة بالتضحية قوي أو مش حاسة إنها ناسية نفسها. زي ما قالت الأستاذة ربا معاك في الاستوديو، مش مفترض انها تنسى نفسها لان مفيش حد هيدور عليها الا عظيم. نفسها. طيب دكتوره نعمه عوض الله، لدي سؤال لك، واعلم انك يعني كنت يعني تعيشين في الخارج وفي المجتمعات الغربيه، ونعلم ان كثير من حتى الدراما تتحدث عن المراه ربه المنزل في الغرب، ومسلسلات شهيرة ربات منزل يعني محبطات من المسلسلات المشهورة Desperate Housewife أو وعرب هذا المسلسل وترجم لجميع اللغات، فهل هموم ومشاغل ومشاكل ربة المنزل مشتركة عالميا؟ مشكلة ربة المنزل في الغرب هي نفسها مشاكل ومشاغل ربة المنزل العربية؟ نعم الحقيقه، وهو شيء مضحك ان احيانا كتير يعني طبعا على الاغلب العام في مساعده من الزوج ومن الابناء، لكن انا كان بيقابلني حالات مصابه باكتئاب او مصابه باحباط
وهي نفس الشكوى ان جوزها مش مقدر شغلها، انه ما بيساعدهاش، انه بيرجع من الشغل يقول لها تعبان يقعد قدام التلفزيون، انه ما عودش اولادها يساعدوها. هي نفس المشاكل حضرتك، وانها حاسه انها تايهه وانها بتضيع عمرها. الحقيقه هي نفس المشاكل. هم الستات هم الرجاله، الاختلاف حاجات بسيطه جدا. الحمد لله، يعني مش عندنا بس، يعني لا عندنا المشاغل مشتركه استاذه رو. لا ولكن يعني كيف التعامل مع هذه المشاغل وهواجس المرأة ربة المنزل، خاصة أن يعني كثير أو كثيرات منهن أحيانا كما تقول دكتورة نعمة الله تشعر بعدم التقدير، تشعر بأن العمر يمر وهي لم تحقق لنفسها كيان كما يقال أحيانا. هلا هي ممكن ربة المنزل التي لا تعمل ممكن يكون عندها كذا إحباط. أول شيء عدم التقدير من شريك حياتها. ممكن يكون إنه هي تحس حالها، والتعبير إحنا اعتدنا نقوله بنوع من التقدير، إن الشمعة تحترق، فتحسها بتحترق يعني من أجل الآخرين. من أجل الآخرين. ممكن نفس الشيء تحل تستن هي يعني وراء التاريخ، أو إنه الناس عم تقدموا زميلاتها اشتغلوا كذا، هي فالإحباطات هاي كلياتها يعني موجودة. في إشي هي ممكن تتعامل معه، لانه هي بالنهايه استاذي هي كلها افلاك، يعني هي في عندك فلك الاعلام ايش بيوصل لك الصوره، فلك الموروثات، الصوره الذهنيه، المجتمع، الزوج، بس كل الافلاك هاي بتدور بفلكها، يعني هي المركز الاساسي اللي ممكن تغير نفسها. الاختلاف نظرتها لدورها هو اللي بيعطيه قيمه. الانترنت او حتى لو هي ممنوعه من الخروج او ما بتطلع من البيت، فهي الانترنت ما خلى في عندها اي عائق انها تتعلم اي شيء. في كان شيء يعني موقف طريف شوي مع الوالدة الله يحفظها، كانت مرة قاعدة تستغرب إيش النت اللي معكم هاي، فقلت لها أعطيني صورة أي شيء بدك إياه وأطلع لك إياه، فبدأت تقول لي أشياء على الإنترنت شرق وغرب، وكل ما تطلب شيء عفواً أطلع لها إياه. فقالت لي كلمة ببداها يعني بشكل يعني عصجيتها، قالت لي ما ضل شيء ما ممكن يتعلمه، فيعني ما فيش اي عذر لاي انسان. خلاص الانترنت اصبح مصدر تعليم. صحيح. لا نحتاج ان نذهب لاي مكان. يعني اذا انا تعذر علي الخروج ففي انترنت، اذا انا تعذر علي العمل ممكن اعمل اونلاين، ممكن اعمل دورات، ممكن اعمل تدريب، ممكن اتطوع، فما ضل شيء ما نقدر نتعلمه وين ما كنا. عظيم. دكتوره نعمه عوض الله، يعني اخيرا من خلال خبراتك وتعاملك مع كثير من الحالات الاجتماعيه، ما هي التي النصيحة التي تقدميها للمرأة ربة المنزل؟ أقول لها يعني افتخري بدورك في تربية أبنائك وفي رعاية بيتك، لأنه لما ينهار البيت أنت أول الخسرانين. أقول لها إن دورك في البيت لا يقتصر على إنك بتصحي متأخر وترغي مع أصحابك في التليفون، دورك في البيت وأنت قاعدة فيه إنك أنت تنمي قدراتك العقلية زي ما قالت الأستاذة ربا، عن طريق الإنترنت، عن طريق الكتب، اتعلمي التربية، اتعلمي وظيفة جديدة، اتعلمي دراسة جديدة، اتعلمي لغة جديدة، كل شيء أصبح متاح بالنسبة لك. وما تتركيش نفسك لكوباية القهوة وشلة الصحبات وكلام اللي يودي ولا يجيب، اللي يخليك تحسي بعد كده أنك أنت فعلا في أسفل الركب وآخره يعني. خليكي دايما متطورة، تابعي التطورات، مش تطورات الموضة ولا أخبار الفنانين والرياضيين، تابعي تطورات العالم، تابعي بقى سياسيا اقتصاديا اجتماعيا الشيء اللي انت بتحبيه، تابعيه وعلمي اولادك وضيفي بيه الى بيتك، ساعتها مش هتحسي اطلاقا ان الفتره اللي قعدتيها كانت سطحيه، بالعكس هتحسي ان الفتره اللي قعدتي فيها عشان خاطر اولادك محتاجينك او بيتك محتاجك في هذه المرحله كانت فتره غنيه جدا ثريه جدا، انطلقتي انت بعدها الى العمل، لان في يوم من الايام الاولاد بتكبر ما بيبقوش بحاجه الى الام لهذه الدرجه، ممكن الانسان بشويه تنظيم وترتيب ينطلق الى الحياه ويؤدي وظيفه المجتمع محتاجها والناس محتاجاها وهو نفسه شخصيا محتاجها. عظيم. استاذة ربا ان تعلمت كل ذلك ونظمت وقتها وتعلمت لغه جديده وهي ليس في نياتها العمل، هي سعيده هكذا، هي اختيارها كذا، يعني ماذا ستستفيد؟ تستفيد إذا كان هي عندها، برجع بحكي لك النقطة الأساسية، يكون هي عندها هدف، هي حتوصل لوين، هي حابة تعمل إيش في الدنيا، هي يعني هدفها الأساسي
يعني اذا هي كانت ماشيه بدون هدف بدون رساله لحياتها، فلو عملت كل الاشياء هاي برضه حتشكي وتبكي. واعتقد انعكاس ذلك هذا التعليم والمعرفه للمراه ربه المنزل على البيت وعلى الاولاد، اعتقد في حد ذاته هذا هدف. خليني احكي لحضرتك يعني احنا لو تعاملنا مع كل طفل، اذا هي عندها كذا طفل، مع كل طفل كمشروع، وزوجها مشروع، وبيتها مشروع، وبنفسها اهم المشاريع اول مشروع حتى تقدر تقوم بجميع المشاريع. فإذا اعتبرت كل هاي مشروع وحطت له أهداف، أنا حابة مثلا ابني يتعلم كذا، أنا حابة أتعلم كذا، أنا حابة تكون علاقتي مع زوجي كذا، مع بيتي بالشكل، فإذا اعتبرت كل شيء مشروع تشعر بالإنجاز، وكل شيء كل مشروع حيضيف لها خبرات يعني جديدة. عظيم. بهذا طبعا ينتهي لقاء اليوم وهذا الحوار الثري من ساعة صباح. نشكر ضيفتينا سيدة ربا كرجولي وهي خبيرة التدريب والتنمية الإدارية والمهتمة بالشأن الاجتماعي، وكذلك نشكر عبر سكايب من القاهرة المستشارة الأسرية دكتورة نعمة عوض الله، كما نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة ونرجو لكم صباحا جميلا والسلام عليكم.